الأجيال ما بقتش بتسلم أجيال، لأنه في حاجة حصلت كده في النص فجأة، هي السوشيال ميديا وسائل التواصل الاجتماعي. يعني إحنا والأجيال اللي قبلينا كلنا عارفين ست أم كلثوم، كلنا عارفين عبد الحليم حافظ، كلنا عارفين الست سعاد حسني. في حتى لو في أجيال مختلفة، لكن في أو كان ما بيننا شيء مشترك. فجأة حصل زي ما بيقولوا جاب، حصل فجوة. ايه بقى الفجوة دي؟ الحاجة اللي احنا ما تربيناش عليها، الحاجة اللي احنا ما طلعناش عليها، الحاجة اللي احنا مش فاهمينها، هذا الاختراع، التليفون الموبايل اللي فيه تطبيقات كتيرة جدا. ولادنا بقى هم اللي كبروا وفجأة طلعوا على دول، والفنانين بقوا اجانب، وعايزة تلاقي عايزة اطلع يوتيوبر، وبقت حاجة كده احنا مش فاهمينها خالص. هل صح انه انا اراقب بناتي او ولادي على التطبيقات دي؟ هل صح ان انا اشوف هما بيعملوا ايه؟ هل صح ان انا ادخل سواء هما عارفين او مش عارفين؟ احنا مش عارفين. خلينا نرحب بضيوفنا الاعزاء. دكتور مايكل نصيف، حضرتك نورنا النهارده يا فندم. دكتور مايكل، حضرتك محامي بالنقد، مظبوط؟ ومعانا ميار امجد، منورانا ميوره. طالبه فين؟ اعلام. ما شاء الله، ايه ده؟ زميلة. ايوه زميلة. سنة كام؟ رابعة. خلاص رابعة، ان شاء الله تتخرجي وتطلعي مذيعة زي القمر وتكسري الدنيا كلها. ميرسي قلبي، ان شاء الله. هنفتح انا هو التليفون، هنفتح دلوقتي الابلكيشن على ابلكيشن، شوف عشان بنتكلم على ابلكيشن، هنفتح الابلكيشن هي وبس، او فيسبوك عفوا، صفحتنا هي وبس اللي على الفيسبوك، نشوف ارائكم وهندخل التليفونات. بس خلينا الاول ناخد راي دكتور مايكل. حضرتك مع فكرة انه انا لازم يبقى فيه مراقبة؟ اؤيد تماما ان لازم يبقى فيه رقابة. ازاي يعني رقابة ازاي؟ هاك متزوج؟ متزوج وعندي وعندك طفلين. عندي طفلين. طفلين، في منهم بنت؟ بنت وولد. وكانت هي عايزة تنزل تيك توك او نزلت حاجة على التيك توك، وحضرتك طلبت منها انها تمسح الابليكيشن اصلا، ولا هي حصل ايه؟ مصممة 24 ساعة تقعد على التيك توك، تيك توك، يوتيوب 24 ساعة. طب يا ماما بلاش، في حاجات ما ينفعش تشوفيها، في حاجات مش سنك، في حاجات مش هتفهميها، اتفرج على حاجات معينة، طب جزء معين نبقى موجودين. طيب حاضر، وتروح عاملة. طيب حاضر، تبقى عاملة. في الآخر رحت ماسك لها الابلكيشن أساسا من على التليفون تماما. مسحته. عايزة تشوفيه، شوفيه بقى من تليفوني، من تليفون مامي، وقدامنا ادانا وقت. أنت لسه صغيرة، مش فاهمة الدنيا بره فيها إيه، مش فاهمة البحر اللي أنت داخلة فيه مفتوح، سقف مفتوح لا حدود لها، لا يمكن السيطرة عليه. لا اقدر اسيطر عليه امتي، لكن ما اقدرش اسيطر على الموقف. وده ما فيهوش تعدي لحريتها او فكرة انها جيل مختلف، وانه كل اصحابها او زمايلها عندهم تيك توك او فيسبوك او انستجرام؟ ما ينفعش نقول ان كل الناس، ما فيش حاجة مجمعة، ما فيش كل اصحابها هيبقى عندهم، لازم جزء او جزء. لا، انتي عايزة تبقي في انهي جزء؟ عايزة في الجزء لا، ولا عايزه في الجزء الاول؟ عايزه في خصوص الوسط، اللي هو تقدري تستعملي الشيء لكن ما تستعملوش بطريقه مباحه مفتوحه على الاخر. الوسط شيء مهم. طب ما انا اقدر النهارده افتح الابلكيشن واعمل كنترول عليها، انا اتحكم فيها بدل ما امسح الابلكيشن كلها. ما هو انت الاول بتبتدي تقولي انا اعمل كنترول، طب اعملي كذا، وانا واثق انها ما تعملش حاجه غلط، انا خايف من اللي بعده. الشيء طول ما هو مفتوح، وانا بتعامل مع موقع مفتوح كبير جدا، انا مش عارف اسيطر عليه. النهارده انا سمحت، بعد شويه خلاص هيبقى مفتوح على الاخر، مش عارف اسيطر عليه، لكن الحد منه هو الافضل، وامشي معاها سنه سنه، واتجاوب معاها في كل سنه سنه، لكن ما اقفلوش. انا اديت عقاب انه اتشال، لكن هرجع احطه لها تاني، مش هسيبه لها خالص، بس برضك بحدود. النهارده انت كويس، نسيبه شويه، نفتح شويه. تتخيل بخبرتك الحياتيه وحضرتك محامي بالنقد، فحضرتك اكيد قابلت ناس كتير، تتخيل ايه زي ما بيقولوا consequences او النتائج اللي ممكن تحصل لو انا كأب او كأم ما عملتش كنترول او ما تحكمتش في فكرة انه ابني او بنتي بيتعرضوا ليه جميع وسائل التواصل الاجتماعي؟ هي مش مصايب، هي كوارث. الطفل او البنت او الابن انت ربيتيهم، عاملة زي الزرعة، ارض خصبة زرعت فيها زرعة كويسة بتطلع، لو ما اهتمتيش بيها وسقيتيها ورعيتيها هتموت، بس الاساس بتاعها سليم. لازم يبقى فيه متابعه ومراقبه عشان اقدر اطلع زرعتي جميله، اطلع الانسان يقدر يعيش في المجتمع اللي احنا فيه.
احنا في مجتمع بقى مفتوح من كل جوانبه. مواقع التواصل الاجتماعي والانترنت بقى شيء لا يمكن السيطرة عليه مهما حاولنا من مراقبة بكل شيء لا يمكن. ماير مش عاجبها الكلام وادم ما انت عامل كده اهو. مش عارفه اقلدك بس بحاول. يا ماير بص يعني انا شايفه ان انا لو انا زرع الزرعه دي كويس تمام اهتم بيها مش اخنقها واخلعها من جذورها. الاهتمام لا بيها. لا سيبها بقى تتكلم معلش يا جماعه تقطعش يعني معلش يعني سيبها تتكلم. ها اتفضل. يعني انا دلوقتي لو انا مربيه بنتي على ان في ثقه بيننا متبادله وان احنا اصحاب وده يعني الطريقه اللي انا شخصيا متربيه بيها يعني وان اي حاجه يا حبيبتي احكي لي ما تخافيش مني احنا اصحاب انا هبقى في ظهرك وانا سندك اي حاجه تشكي فيها اي حاجه ممكن اي حد يعني يجي يكلمك يقول لي كلمه ما تعجبكيش تعالي قولي لي انا في الحاله دي انا براقب بنتي فعلا بس من ناحيتها هي هي اللي بتيجي تفرش لي ورقها هي اللي بتيجي تقول لي كل حاجه عنها فانا كده مراقباها. طب ما احنا ما نقدرش نعمم التجربه ما نقدرش نعمم فكره انه كل الامهات مربيه بناتها صح وان في ما بينهم ثقه متبادله وفي صراحه وتقدر تروح تقول لها اي حاجه. ايوه بس احنا اساسا من البدايه بنتكلم في ايه؟ كانت الصراحه في لحظه مش هتقدر تقول كل صراحه. ليه؟ لو احنا كده كده عشان عارفه ان هي عملت حاجه انت رافضاها او عامل. انا مش بتكلم على بنت بس لازم نتكلم على كله. الولد مع الولد برضو بيبقى الطف ان هو يبقى مع والده مش مع مامته قوي مش هتعرف تفهم دماغه. انت قلتي لي تقلعها من جذورها لما بيكون في زرعه مش عارفين تعيش في الوقت اللي في الجو اللي فيه بيعملوا لها صوبه. الصوبه دي ليه؟ عشان تحافظ عليها. ايوه بس انت بتخنقها كون ان انت بتراقبها وبتشوف كل تصرفاتها. اولا هي هتحس انت مش واثق فيها. بس هو لفظ رقابه ده لفظ غلط. لفظ يعني ان انت تكوني عينك عليه. في فرق بين ان انا اراقبه المراقبه ان انا متابعه على طول ماشي ورا في كل نفس بيتنفسه وده غلط. ده يخنق يخليه يعمل العكس اوتوماتيك. ايوه لكن ان انت تبقي متابعاه ده اللفظ السليم. ما هو متابعاه من عنده هو هو اللي هيتابع لي نفسه على فكره. ايوه يعني النهارده لو هي انا بكلمك من وجهه نظر احنا رايحين جايين عشان الناس بس ايه تسمعنا وكل واحد ينتبه لو هو مش واخد باله. طيب ما هو انا النهارده دلوقتي فكروني احنا كنا بنتكلم امبارح يا جماعه في موضوع الاتجار بالبشر صح؟ صح. ممكن حد يفكرني كده؟ شكرا. طيب ده اندرج تحتيه هذا القانون اللي هو اساسا موجود من 2010 اندرج تحتيه فكره تجنيد الفتيات والاولاد من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. وتعالي يا حبيبتي يا بنتي انا صاحبتك اهو ده انا دكتور فلان او استاذ فلان عامل بيج وشركه وهنكسب $1,000 في الشهر او $2,000 في الشهر وانتي بتحبي صاحبتك وبتثقي فيها وعارفه ان صاحبتك بنت ماشيه محترم وبنت اخلاقياتها وفجاه تتحول وسائل التواصل الاجتماعي زي ما دكتور مايكل قال من شويه كارثه العواقب وخيمه ويحصل بقى وتعالي وخشي لايف وهتكسب مصايب. طب خليني اقول لك حاجه مبدئيا احنا جيلنا عموما ويمكن الجيل اللي جاي اصغر كمان انيل مفيش لو مش عايزاكي تعرفي انا بعمل ايه لو عايزه اخبي الابلكيشنز خالص مش هتشوفها مش هتعرف انها عندي هتبقى عندي وبستخدمها وانت ما تعرفش انها عندي وعامله لها بلوك وحتى لو عملت اكونت فيك انا اقدر ان انا امنعك ان انت تخش. معلش ثواني اتفضلي. فانا بفتح الفيسبوك بتاعنا تمام. فانا دلوقتي خلاص انت ما تعرفش وانت كده كده بتراقبني فانا حتى لو الموضوع ده تحول لمصيبه هخاف اجي اقول لك لان انا عامله ده اوريدي من وراك لان انت مخوفني منك لانك بتفتش ورايا. في الحاله دي انا هبقى جوه المصيبه فعلا مش عارفه استنجد بيك. انما لو احنا اصحاب وفي بيننا ثقه وانت متشاركني دايما رايي وبتسمعني وبتشوف لو في حاجه غلط تقولي لا ده غلط ما ينفعش وانا خايف عليكي وتفهمني الموضوع في الحاله دي وقت ما اقع في الجريمه هجري عليك اقول لك يا بابا حصل 1-2-3 وانا مش عارفه اعمل ايه دلوقتي وانا ما كنتش اعرف لان انا عارفه ان انت وقتها هتبقى ظهري هتبقى يعني سند ليا هتحميني مش هتضربني مش هتتخانق معايا مش هتزعق لي مش هيبقى الموضوع ان انت ممكن تسحب التليفون مثلا ما انت على طول مراقبني وعلى طول عامل لي زي حاجز بيني وبينك بحوار المراقبه دي. فاهمني؟ هقول لك حاجه في حاجه بيقول لك مثل تقريبا انا مش حافظ بيقول لك قدر الولع قبل الوقوع حاجه كده تقريبا انا مش بحفظ الامثال كويس. هو انا استنى المصيبه تحصل واشيلها؟ طب هو انت بتشيليها لوحدك؟ لا الاب والام بيشيلوها معاكي. ان انت اساسا في السن بتاع
لغايه 21 سنه ده حدث لم يبقى بلغ الا لم يبلغ سن الرشد لسه. فما ينفعش ما ينفعش ما انا كده كده لازم انت هتخبي عليا او مش هتعرف. ما هو حضرتك عشان انت بنتي او انت ابني انا عارف من عينيك انت بتخبي ولا ما بتخبيش. هقدر اعرف انا عندي واحده صاحبتي اللي بيكون اب او بيكون قريب من ولاده بيقدر يعرف منه. طب ما هو انت بتقولي هي واحده صاحبتك خبت يبقى مش كل البنات متربيه زيك. ما هو انا كده فانا النهارده دلوقتي زي ما دكتور مايكي وبرضه هقول لحضرتك وجهه نظر مختلف زي ما دكتور مايكي بيقول ايه اقدر البلاء قبله اسمها ايه انا بحاول اقولها ما اقدرش البلاء قبله يوه احنا مش جايين مش جايين يبقى مش كل الناس زيك مش كل الناس متربيه تربيتك. ايوه ما هي اساسا ايه التربيه اللي متربيها ان اهلها على طول بيتابعوها وبيدوروا عليها. ده انا بتكلم فيه هي اهلها فعلا اولا هي لحد السنه دي. انت عايزه تقولي ان هم عشان هم كاتمين على نفسها فهي ما هم ما يعرفوش حاجه عنها. مع اربع سنين وهم ما يعرفوش. ما هي دي برده وجهه نظر برده. معلش ما هو برده من كتر الخنقه انا ممكن اخبي على اهلي. الحاجه اللي انت تكوني قافلاها تماما تؤدي الى كارثه وتؤدي انها تخبي. لكن الحاجه المسموحه طول ما انا بقول للطفل او لغاية سن 21 سنة ده غلط من غير ما يفهم ده ليه ومن غير ما يشوفه مش شرط انه يقتنع. مش شرط انه يقتنع. لانه خلي بال حضرتك كمان احنا الاقتناع ما بيكونش انا بداية ان انا اقول الاقتناع ان هو يشوف عملي حلو. بس انا بداية كلامي انه احنا للأسف الشديد احنا ما بقيناش جيل بنسلم جيل. احنا في فجوة حصلت أنا فجأة. انا ضدك في حتة واحدة ان احنا ما بقيناش في جزء كبير فينا ما بقاش لكن في جزء لسه ما زال. موافقه اوكي نصلح التجميع لا يجوز. حلو في جزء كبير قوي من الاجيال اللي جاي الموجوده دي ما يعرفوش مين عبد الحليم ما يعرفوش مين ده شيء طبيعي. كل الاتجاه بتاعهم أنا رايحين ليوتيوب. بقول لهم ام كلثوم قالوا لي مين ام كلثوم دي انا بنتي كبيره بالظبط كده. لا بنتي كبيره عارفه الصغيره ما تعرفش فابتديت اعرفه كل شبح يعني جيت مثال شغلهم مش شاغل هو التيك توك الفيسبوك الانستجرام اللي مش عارفه مين اللي بيرقص اللي مش عارفه مين اللي بيغني. فحضرتك النهارده لما تيجي تبقى رقيب على حياه اخرى حضرتك لا تعلم عنها شيء فيها هالي كتير قوي بتغلط ما بتعرفش تعمل ايه. جبتي اجابه جميله لا اعلم عنها شيء ومحدش يعلم كله لكن لازم انا كاب او ام الاثنين لازم يكونوا قريبين ولازم يعملوا تحديث لحياتهم ما نشتغلش على ما هو مش كل الاهالي مش زي ما هو هنرجع بقى للنقطه دي بقى دي مهمه مش كل الاهالي يا فندم بتعمل تحديث اساس المشكله دي هي مش مشكله المراقبه ولا مشكله المتابعه هي اساس الاسر. الاسر ان في اساسا اسر بيبقى طفل صغير عامل له اكونت على الفيسبوك وحاطط له تاريخ ميلاد غلط عشان يبقى عنده اكونت عايز يعمل لابنه اكونت على الفيسبوك. ما هو اللي وصله في يوم من هذه الجزئيه هو اللي دخله في هذا النطاق. تعال 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 نشوف اراء الناس على التليفون وعلى صفحتنا بس على الفيسبوك على الصفحه ايه. بس خلينا ناخد اول تليفون في هذه الفقره. عبير يا عبير. الو مساء الخير يا فندم. مساء النور يا رضوى. ازيك حبيبي؟ اولا انا بشكرك فعلا انك بتثيري في برنامجك مواضيع مهمه جدا 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 للاسره. كتر خير حضرتك يا فندم. حضرتك دلوقتي انت ممكن استاذ حضرتك بس نوطي التلفزيون؟ وطيته. اشكرك. مع ولا ضد يا فندم؟ انا مع وضد بمعنى ان انا معاكي ان احنا نراقب وضد ان احنا نراقب زياده عن اللزوم او نحسس بالمراقبه. حضرتك بتتكلموا في مراقبه الشباب. المراقبه ما تبتديش في الشباب ابدا ولا في سن المراهقه. انا عندي طفله عندها 4 سنين ونص من دلوقتي بتتفرج لي على التيك توك من دلوقتي بتدخل على حاجات انا بندهش انها دخلتها. بتعملي ايه يا استاذه عبير؟ بتعملي باخد ايه؟ منها الموبايل وبحرمها منه يوم او يومين او ثلاثه وبعرفها ان ده غلط وما يتفتحش تاني. وتعالي قولي لي انت عايزه تعملي ايه وادخل معاها ونتفرج على حاجات تفيدها هي في دراستها تفيدها هي تنمي ذكائها. ادخلها دورات ابتديت صاحبها اخليها تتقرب مني تقول لي اللي هي عايزه تشوفه تتفرج على ايه. وجهه نظرك. فده اللي فعلا لازم نبتدي مع الاطفال مش قبل الكبار. يعني الكبير فعلا اللي يفهم. شكرا يا استاذه عبير. انا معاها. يعني هي مسكت هي مسكت يعني هي قالت المفروض الصح. طيب والسن اللي هي بتتكلم عليه ده اهم سن. انت بتتكلمي على سن 21 سنه. أيوة. انتوا كنتوا طالعين على وضع والدنيا مره واحده انتوا اصعب برضك. ليه؟ ان انت كنت عايشه في طريق
كان سوري كان الدش والتلفزيون والكلام ده، وابتدى يظهر الانترنت في بدايتكم قوي، لكن دلوقتي انفتح بطريقه غير طبيعيه وبيطير بسرعه غير طبيعيه. حصل ماشي، ما هو انا وحضرتك وهي بتتكلم. خلينا ناخد اراء الناس على الفيسبوك. ضد طبعا عشان هي حره تعمل اللي هي عايزاه والتربيه هي اللي بتفرق. ضروري طبعا الرقابه بالذات في الزمن اللي احنا فيه. انا مع كده بس مش بزياده، مع ان انا راقب بس مش بزياده. ده صح. دول ثلاث اراء مختلفين. التدخل ضروري بس بالعقل، لازم يبقى في مراقبه بس بحدود ومش بطريقه تعكس عدم ثقه الاهل. خمسه. سادس راي جانا، ضد، لان ده هيحسس الاولاد بعدم الثقه، والانسان مفروض يبقى مراقب على نفسه. التربيه انا مع الاهالي بس لازم بما معناه تربي بشكل سليم، لان الانسان لو عايز يعمل حاجه غلط هيعملها ما حدش هيعرف حاجه. الرقيب رقيب الانسان هو ضميره جدا. احمد عمر من السودان بيقول لازم يبقى فيه مراقبه للاولاد لانهم ما يعرفوش مصلحتهم. يوسف بركات بيقول حمايه ليهم طبعا. عزه بتقول، عزه عيطة أو عطية بتقول أكيد مش تدخل في حياتهم بس يكون بطريقة شيك. إبراهيم ما شاء الله، إحنا بقى عندنا رجالة كتير قوي يا جماعة. في حصل إيه؟ أنتم مغضبين رجالة ولا حاجة؟ حصل، لا مش متعدين، بس ما كانش فيه يعني، ما كانتش الناس بتنتراكت، ما كانتش الناس بتتفاعل. كان إبراهيم سعيد بيقول أنا كأب في ثقة ما بيني وما بين أولادي البنات، التربية الصحيحة مطلوبة يا أستاذة، الصلاة والصراحة والتربية الدينية. برنسس جوجو بتقول ضد طبعا، لأنه تدخل في الحياة الشخصية، ولو هم قابلين يتدخلوا في حياتنا لازم كمان يقبلوا إن احنا نتدخل في حياتهم. برنسس جوجو. طيب ناخد التليفون ونرجع تاني لهبة. يا مدام هبة. أو مدام هبة ولا أنسة هبة؟ مدام هبة. مدام هبة. مساء الخير يا فندم. أهلا وسهلا. حضرتك مع ولا ضد؟ لا والله أنا مع ضد. حضرتك؟ انا ضد المراقبه. ضد المراقبه؟ لان المراقبه بتعمل ستريس للاطفال، فهو الصحوبيه احلى من المراقبه. يعني هيك شايفه ان صاحب، وان هو يقول لي انا يا ماما بصي انا رحت في الحته الفلانيه، بصي يا ماما انا عملت البرنامج التيك كده وكده، فاللي هو لو في لفظ مش كويس انا لازم اعقب، انما انا عشان اراقب باستمرار 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 هعمل هولد للطفل انه مش هيصاحبني، وهيعمل برضه لانه ابني بيلغي الباسورد بتاع التليفون بتاعه. حضرتك مخلفه ولد؟ انا معايا ولد. عنده قد ايه؟ عنده 13 سنه. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك حبيبتي. 13 سنه ما بتراقبيش خالص اي راقب؟ بس لما باجي اراقب ساعات في حاجات فيديوهات بيعملها وبيمسحها، فانا ما بعرفهاش، فبعرفها من صفحه ثانيه. بتراقبيها من خلاله هو بتخشي على تليفونه ولا بتراقبي من بره؟ ساعات انا براقب انا على صفحته هو. يعني حضرتك بتراقبي؟ انا براقب، انا بيني وبين نفسي براقب، بس ما ينفعش ان انا ادي للولد ان انا براقبك. بس حضرتك بتراقبي؟ فعقلي عقلي يقول لي ان انا راقب، انما كراقبه شخصيا وجهريا وضايقه واقول له لا واقول له على كل هيعمل كل حاجه يعمل. ايوه مدام هبه، بس حضرتك لسه بتراقبي صحيح؟ يعني انا لسه براقب وما زلت براقب. طيب شكرا يا مدام هبه. يعني لا يبقى مدام هبه مش ضد، حضرتك ضد فكره انه هي مدام هبه قطعت مظبوط، حضرتك ضد فكره انه انا ابين له او اعرفه ان انا براقبه، بس انا برضو براقبه، حضرتك برضو بتراقبيه. طيب خليني انا هاخد التليفون حالا، بس خلينا نرجع تاني ليه. اكيد ضروري، نهاد بتقول اكيد ضروري لان بالعقل وبطريقه ذكيه، بالعقل وطريقه ذكيه مع حضرتك. تقريبا غالب اغلبيه الاراء مع دكتور مايكل في فكره ان انا اراقب لكن ما بقاش خانق حياته. بالظبط، ده شيء يخليه يمشي في الاتجاه العكس، ما بقاش رقبته، ده انا دمرته. طب حضرتك النهارده انا لما 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 يكون عندي بنوته او عندي شاب وعايز اعرف ايه اللي بيحصل داخل هذا الجهاز اللعين، انا ما بحبش التليفون اصلا، انا شخصيا انا بني ادم انتي تليفونات. لو انا قلت له هات تليفونك، وين تليفونك، ولا هاتي تليفونك، خلاص انا مش عارف اراقب من بره، فانا اضطريت النهارده ان انا اخد التليفون علشان اراقب.
التليفون مجرد قدامه. ان انا طالب التليفون ان انا اراقبه منه اخده عشان اشوفه منه وهو عارف دي لوحدها انت دمرتي حاجز كبير بينك وبينه. هو بالنسبه له ان بقى في عدم ثقه. طب انا اعمل ايه بقى كأم عايزه اراقب طفلي بنتي او ابني ومش لاقيه الخيط بره؟ انت اولا زرع الثقه بينك وبينه، ده رقم واحد. زرع الثقه بينك وبينه يعني انت عارفه تليفونه وعارفه الباسبورد بتاع تليفونه وعارف باسبورد تليفونه. مش شرط. ما هو دي بقى دي هنا بقى بتختلف درجات، قدرتي توصلي للثقه دي ولا ما قدرتيش؟ يعني انا قدرت ان اثق ان انا هاخد تليفونك هتكلم مني. ما هو هنا هتقول لحضرتك لو في ثقه ما حضرتك اصلا مش هتاخد الباسورد، هتقول له ايه اللي على تليفونك؟ لا 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 ولا هقول له ايه اللي على تليفونك، هو هيجي يحكي لي. هو انا كل اللي هعمله ان انا ممكن كل يوم بالليل كده اقعد معاه، ايه اللي حصل النهارده؟ احكي لي يومك، عايز اشاركك حاجه مزعلاك. اسمها متابعه. انا كده انا بتابعه من عنده، بتابعه ان انا اقعد اساله، اقعد اتكلم معاه، احسسه ان هو شخص وده مين مسؤول وده ومحترم. ليه مش هيحصل لو لا 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 ليه بتقول؟ انا عايز اقوله بطريقه ثانيه. انت دلوقتي انا بقول اولا متابعه وليست مراقبه. انا خدت التليفون منه قصاد عينه او اخدته بطريقه ثانيه وعرفت اللي فيه، هي دي بقى النقطه اللي هتجاوبها على السؤال ده، هتواجهيه ازاي؟ تعالى انت عملت كذا ومش لا، ما هي بتقول لحضرتك اصلا مش هاخده. حضرتك لا هتاخد التليفون ولا هتتابع الا من خلال ابنك او بنتك، هتقول لها تعالي قولي لي ايه اللي حصل، اكتر من كده لا. امشي مع وجهه نظري ان انا بقول هتابع، فانا تابعت باي طريقه، عن طريقها او عن طريقه او عن طريق طريقه هو ما خدش باله. عرفت المشكله اللي حصلت او عرفت هي عملت ايه وهو عمل ايه، هقول لها تعالي انا فتحت تليفونك من وراك شفتك، اولا ما اديتيني تليفون لقيت كذا، ده تصرف غلط. لا لا حضرتك مش فاهم، هي وجهه نظرها ان حضرتك اصلا ما تبس يعني انا اسفه بعتذر بس حضرتك اصلا ما تمسكش الجهاز ده أوكي. ولا ليك علاقه بيه، حضرتك هتعرف منها هي فقط لا غير، هي المصدر الوحيد. ما هو انا عشان اعرف منها فقط لا غير انا اساسا ما فيش ثقه بيني وبينها. ازاي مش حضرتك ربيت؟ هي بتقولك انت ربيت. لا ربيتي كويس بناء على ان انت مربي ابنك ده لحد ما يوصل 18 سنه مربيه على ان هو بيخاف ربنا وبيعمل لربنا مش عشان خايف منك انت، مش عشان هو انسان كويس. ياما شباب كتير كانوا طالعين وطالعين وخايفين ربنا وانحرفوا في طريق تاني. عشان كده بقى انت محتاج كل انحرفت في طريق غلط، دخل في تيار غلط، ابتدى يتعاطى حاجه غلط، ده كل ده موجود ده ظهر. ما انت لو بتتكلم هو ما هو كان متاسس صح. ما هو لو متاسس ايوه، ما هي بتقول هيك اسسه اتكلم معاه كل يوم، مالكش دعوه بالوسائل التواصل الاجتماعي بتاعته. خليني اتكلم معاه كل يوم. خليني اقول لحضرتك حاجه معلش. 90% من الناس اللي بتتجه لادمان المخدرات بتبقى مش لاقيه الاهتمام في البيت اصلا، فبيجي واحد صديق. لا انا قلت 90، ما قلتش يعني ما قلتش بشكل ولا 90 ولا 90، ما نقدرش نقول نسب، ما نقدرش نقول نسب. بيبقوا مش لاقيين حد في البيت يتابع من خلالهم، هم بيبقوا عايزين يقعدوا يتكلموا يحكوا، ما بيلاقوش، بيقعدوا مع صحابهم بره. وبعدين ايه لما يقعدوا يتكلموا، اصل بابا زعل، اصل ماما اتخانقت معايا، اصل مش عارف ايه، طب خد دي روق على حالك. في الحاله دي هنا بدأنا، بس موجوده في الوضع اللي احنا في حاله موجوده هي بس وسائل التواصل الاجتماعي خطر يا ميار، خطر المخدرات. بيجي منها مصايب وبلاوي وكوارث. في مساحات للعلاج بيجي اقل شيء في مساحات للعلاج من التواصل الاجتماعي. في مساحات مظبوط. ايوه ما انا برضو معلش حضرتك انا يعني ايوه انا ايه اللي يخلي الاب والام هنا يبقى واثق قوي ان هو يقول له تعالى يا مدحت هتقول لي عملت ايه النهارده في الوسائل الفيسبوك، مين يا حبيبي بعت لك، فهو هيقول له معلش تاني احنا بنرجع. انت مبدئيا عشان يوصل لحاله الادمان دي هو ماسك التليفون من هو عنده 4 سنين. تعرف في علاقات مقاعش. في علاقات بتحصل ما بين الولد والبنت، انا عارفه بقى انا بقى عارفه بقى تعالي لي بقى عندي فريق اعداديه وبس بقى وانا عارفه ال 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 نرى هي استاذ حلواني معاك عارف معانا يعني انا نظر ولا ايه؟ بيجي لنا كتير مصايب، خد صورتك، خد صورتك، هاتي مش عارفه ايه، طب تليفونك، طب نفتح لايف، طب نفتح فيديو، طب عجبوا بعض، طب ينزلوا يتقابلوا. في حاجات انا مش هينفع اقولها، في حاجات احنا بنحلها بره الهوا. انا عدى عليا حاجات دي كتير. طب حضرتك بقى بتروحي تقولي لمامتك ده انا في واحد كان عايز يعمل معايا فعلا لما حد بيكلمني اولا انا بعمله بلوك، انا مش عارف لسه اتفاهم معاه، ثاني بجري على ماما اقول لها حصل 1 2 3 هرجع لبلوك برضك. ايه على كل الناس ترجع لبلوك طبعا انا مش عارف هنرجع لبلوك برضك يعني على كل الناس ايوه ايش عرفني ان انا بنتي هتبقى زيك، هتيجي تقول تحكي لي. انا ماما وهي من وانا صغيره بتقول لي يا حبيبتي لو عملتي 1 2 3 ربنا هيزعل منك، خافي ربنا. طب ما دي وجهه نظر فعلا، ان الرقيب هو الله مش الرقيب هو الاب والام. انا خايفه ربنا عارف الرقابه دي بتبقى لغايه حد معين ولا تسري على كافه الاشخاص.
يعني هي بتعمل كده في غيرها مهما كان قريب مش هيعمل كده. احساسه بانه هو ارتكب غلط او احساسه بصي عشان انت قريبه جدا من ماما عارفه لو جيت قلت لها هي هتزعل منك جدا فانت خايفه على زعلها فقط مش هتيجي تقولي. ما هو انا ما عملش حاجه اخاف على زعلها ليه؟ اذا هو اللي جيك اتكلم هو اللي جه عمل وانا الطبيعي رد فعلي ان انا صديت الشخص وعملت له بلوك وجريت على وده حصل لك فعلا في الحقيقه في حد كان بيحاول يتواصل معاكي عشان الانسان معصوم من الخطا بس يعني ده قرف يعني انا مش بعرف من الموضوع ده عملت لي بلوك رحت قلت لي مامتك جريت على ماما قلت لها قلت لها حصل 1 2 3 قلت لها حصل 1 2 3 كان رد فعلها ايه؟ كان رد فعلها راحت كلمته شتمته لا لا دي مامتك دي ست جدعه بصراحه اتخانقت معاه وقالت له اياك وبتاع ويعني كنت تعرفيه ولا حد اه لا كنت اعرفه كان كنت تعرفيه كمان وبعت لك على الفيسبوك؟ اه طب تعالي ناخد امل يا امل يا امل 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 طيب قطعت امل شمس امل وشمس ايه الحياه الحلوه دي يا شمس مفيش قمر ده يا شمس ازيك يا روح قلبي انت كمان وحشتيني يا حبيبتي قولي لي يا شموسه مع ولا ضد؟ لا انا ضد المراقبه. انت عندك كام سنه؟ انت مش ماما انا يا رضوى 18 انا عايز اقول لك انا يعني انا كنت وسط بنات وبنات كتيره جدا اهلهم انا مش سامع انا مش سامع حبيبي صوتك بيقطع اهلهم بيعملوا ايه؟ ده كويس؟ اه كده كويس اهلهم بيراقبوهم ولا مش بيراقبوهم؟ لا بيراقبوهم وبيمشوا وراهم وهم كمان بيعملوا اللي هم عايزينه وبيعرفوا يخفوا اللي هم بيعملوه كويس جدا. الفكره مش في المراقبه اصلا الفكره في ان انا دلوقتي انا لو انا بنتي في التربيه في التربيه إيه؟ الفكره في التربيه فكره في التربيه انا دلوقتي لما انا جيت اعمل حاجه غلط انا مش خايفه من ماما انا خايفه على زعلها المفروض ان انا اخاف من زعلها او اخاف من ربنا ما اخافش من خوفها لان انا كده مش هكون ندمت يعني انا لما هخاف منها كخوف انها تحبسني في البيت او انها تاخد مني التليفون او 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 انا مش هكون ندمت الندم المفروض ان انا لما باجي ابطل حاجه شمس بطلها من عندي انا شمس ممكن اسالك سؤال وتبقي صريحه اه طبعا معايا مش سيحة حبيبتي شمس هل حصل قبل كده انه اي وسيله من وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك انستغرام اي حاجه فيها انبوكس رسائل في ولد فكر انه يجي يقول لك انا مثلا عايز اتعرف عليكي انا عايز كذا انا عايز مش عارف ايه فعلا حصل وقلت لماما قلتي لماما برضو اه حصل قلت لماما وماما ساعتها هي زعلت مني زعلت منك ليه انا كنت ساعتها رديت للاسف وهي زعلت مني ساعتها جدا بس ساعتها خلاص كانت حل الموضوع اصلا رديتي عليه قلتي له ايه يا شمس لما هو قال لك انا عايز كذا ما كانش عايز مني حاجه هو كان المفروض ان هو بيتعرف عادي بس انا كنت رديت كنت ساعتها لسه صغيره اساسا يعني كان من فتره كمان لو كنت اصغر من 17 سنه فما كنتش فاهمه كان عندي كام سنه وماما ساعتها زعقت لي جدا انا اسفه يا شمس كان عندك كام سنه انا عندي ساعتها 14 باين كنت لسه صغيره طب ما هو ده الراجل بيقول طب ورديتي عليه قلتي له ايه كنت ساعتها بنتكلم عادي يعني اللي هو كان كلام عادي جدا بس كان في اللي هو تدخل شويه او كان في كلام مش كويس رحت عامله له بلوك ساعتها بعد ما رديتي عليه بالظبط طيب وماما كان رد فعلها انها زعلت منك انت اه زعلت مني انا لان انا اللي رديت انا اللي اديت الفرصه ان هو يتكلم بامانه بقى بامانه هل تكرر الوضع ده تاني مش من نفس الشخص من اشخاص اخرى من رجاله تانيه من شباب تانيه بيحاولوا ان هم يتواصلوا معاكي من خلال الفيسبوك؟ اه بس بعدها بقيت بعمل بلوك على طول يعني من ساعتها حبيبه قلبي ولادي بناتي حبايبي والله العظيم ثلاثه يعني البلوك بس كويسه كده الحقيقه احنا فعلا اجيال كل الاجيال حبالك بعض عشان تبقى عارف كلمه بلوك امل بقى شمس راحت امل رجعت يا اموله ايه يا اموله ازيك يا رضوى ازيك يا قلبي عندك كام سنه حبيبي انا عندي 13 عندك 13 سنه قولي لي بقى احكي لي مع ولا ضد انا ضد برضه لا انت ضد ليه ضد علشان انا طبعا انا برفض الموضوع ده عشان هو اصلا لو حصل اي موضوع برضه بره التليفونات يعني ممكن ان هو من كتر انك بتمسكي التليفون بتاعه كتير وكده فهو ممكن ما يحكيليش على اللي بيحصل حتى بره التليفونات يعني حتى لو حاجه مش تبع التليفونات ممكن ما يحكيليش عنها من كتر يعني هو خاف منك انك بتاخدي منه التليفون وكده تقدر تتحكم في التليفون بس ما تقدرش تتحكم في الشخص بره طب انا عندي سؤال بابا وماما بقى بيتعاملوا معاكي ازاي؟ لا عادي يعني زي اي معامله كويسه يعني عادي يعني انتوا في البيت في ثقه فما حدش بيقول لك بتكلمي مين على فيسبوك او انستجرام او كذا ايوه طب
خليني اسالك نفس السؤال اللي سالته شمس، هل في رجال او شباب حاولوا يتواصلوا معاك من خلال اي وسيله من وسائل التواصل الاجتماعي لاستمالتك؟ يعني انت حلوه، انت جميله، ما تبعتي صورتك، ما مش عارفه ايه بتاع. لا، انا اي حد بيبعت لي طلب صداقه ما عرفوش انا بحذفه على طول، يعني ماليش دعوه بحد. انا لا، في حد تجاوز، في حد بعت رساله، في حد حاول؟ لا، انا على طول يعني بشتكي او بقول على طول. بتقولي لمين؟ بقول لماما او لبابا. لماما وبابا. جدع والله، جدع. شكرا يا امل. طيب ده كل الناس اللي دخلت يا دكتور هنا كلهم بيقولوا لاهاليهم دون وجود متابع مباشر على جميل وسائل التواصل الاجتماعي. المرحله الاولى هي قالت لك ايه شمس؟ قالت لك وماما زعلت. ايه المشكله؟ المره الجايه مش هتقولها عشان هتخاف على زعلها. لا، والمره الثالثه اساسا هتديها الدنيا كلها تمام. والحياه بقت جميله والموضوع ماشي. لا، وفي بنات ساعات لا تحصل، ممكن يخافوا. طالما ماما زعلت مره انا هتصرف المره دي، هسال صاحبتي بقى المره الجايه. ده اصعب يا سيدي الفضل. حضرتك هي دلوقتي بتقول ماما زعلت عشان انا رديت. حلو يا سيدي الفضل، كمل. عشان انا رديت، فالمره الجايه انا مش هرد عشان ماما ما تزعلش. لا، مش انا مش ده بقى، ده اللي انا بقول لك عليه بقى. هي هتقول انها ما ردتش وهتحكي القصه دي، بس خلي بالك هو في جزء معين. ليه بنقول السن ده؟ السن ده عشان في تجارب كتير وما خدهاش، ما يعرفهاش، ما خدهاش. حب التجربه عنده موجود. جميل. دكتور مجدي، حضرتك ما اقتنعتش بكلام ماهر خالص؟ لا لا، ماهر اقتنعتي؟ لا لا برضه. طيب احنا للاسف الوقت الفقره خلص. نورتونا النهارده دكتور مايكل نصيف، نورتنا استاذ ميار امجد الزميله العزيزه وزميله المستقبل، نورتينا النهارده. ما حدش اقتنع للاسف الشديد. يعني ساعات بتمنى ان احنا نطلع من هذه الفقره تحديدا، ان هي بتبقى فقره المناظره، حد اقتنع براي تاني، لكن للاسف لم يحدث. لكن الاختلاف في الراي لا يسئ للود قضيه. احنا طول الوقت بنعمل مناظرات علشان البيت يسمع، الام تسمع والاب يسمع والبنوته او الولد يسمعوا. فالاطفال او الاولاد الشباب او البنات زي ما بيقولوا ايه، يفهموا احنا بنفكر ازاي، يفهموا احنا قد ايه بنحبهم وقد ايه بنخاف عليهم وقد ايه بنعمل ده زي ما بيقولوا اوت اوف لاف، من باب الحب مش من باب ان احنا عندنا قسوة او عايزين نتحكم. في نفس الوقت كمان الامهات والابهات يسمعوا الاولاد الشباب، انه لما انا ابويا او امي بيتحكموا في حياتي او يتدخلوا في حياتي او يقولوا لي انت رايحه فين بشكل عنيف او يعنفوني او يمسكوا تليفوني او كذا، ده في نوع من الغاء الشخصيه، في نوع من ان انا بحس ان انا طفل او بنت بنوته او شاب مضطهد، ان انا من حقي ابقى حر. فده ممكن يجيب نتيجه عكسيه، خد بقى التليفون وخد وسائل التواصل الاجتماعي وانا بره هعمل اللي انا عايزه وخلاص انا حر او انا حره. فبالتالي بنعمل كده عشان نقرب وجهات النظر. للاسف الشديد حلقتنا خلصت وكمان فقرتنا خلصت. ان شاء الله باذن الله ربنا كتب لنا عمر. اشوفكم بكره الساعه 6 وحلقه جديده من هي وبس.